السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي بيعتمد من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها على حاجة اسمها المود. المود اللي هو ايه؟ الحاجة اللي بتتكرر معايا كتير، القيم الأكثر تكررا في مجموعة. لو أنا عندي مجموعة وفي رقم كتير بيتكرر فده بقول عليه إن هو مود. ده بيبقى أفضل في العينات الكبيرة، يعني لو عندي أرقام قليلة بيبقى مش واضحة أوي، لكن لو أنا عندي ملايين الداتا زي مثلا الداتا اللي بتيجي من وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الصور، فأقدر أحلل الصور وأوصل لنتائج مكنتش وصلت لها. لو أنا عندي مقالات أو كتب كبيرة بيساعدني بقى المود إن أنا أعمل تحليل لنصوص، إن أنا أخلي الكمبيوتر يتعلم منها، لأن بقدر أقول له دور أنت على الحاجة اللي متكررة، مش هقدر أنا أدور عليها بشكل يدوي. يقدر يصنف الصور، يقدر يلخص البيانات. يعني خلينا ناخد المثال مثلا هنا، نبدأ نشوف فين الرقم اللي متكرر. 1 5 6 7 8 4 5، يبقى الرقم المتكرر معايا هو رقم 5. طيب المجموعة التانية 1 و5 و6 و7 و4 و5، يبقى أنا عندي 6 وعندي 5، فهقول له هنا إن 5 و6 هما اللي متكررين معايا. نيجي هنا منلاقيش حاجة خالص، فخلاص نقول له مفيش هنا. هي دي فكرة المود، وده مهم جدا لأن هو بيسهل عليا التعلم الآلي، بيسهل عليا ألخص النصوص، بيسهل عليا إن أنا أفهم الصور بشكل أفضل.